حدثت معركة بين الأسود والجاموس الوحشي. سبب المعركة هو هجوم أحد الأسود على قطيع من الجاموس الوحشي، وقام أحد الجاموس بالدفاع عن أحد أصدقائه، مشيرة إلى أن الجاموس الوحشي كان يحاول إنقاذ رفيقه الذي اجتمعت عليه الأسود في موقف بطولي. مجموعة من الأسود هاجمت قطيع الجاموس البري واستطاعت أن تفتك بأحدها، وذلك قبل أن يشتد وطيس القتال بين الأسود والجاموس. الجاموس البري استخدم قرونه الحادة في الفتك بأحد الأسود دفاعا عن نفسه، وقذفه بعيدا بصورة أفزعت بقية الأسود وجعلتها تفر بعيدا، مما جعل الجاموس الوحشي ينتصر عليهم وفر هاربين. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف ستتعامل الأسود مع هذا العملاق الثائر الذي يزن أكثر من 800 كيلوغرام؟ لن تكون مهمة صيد هذا العملاق سهلة، ولكن في مواسم الجفاف وعدم توفر الفرائس الأصغر حجما، تضطر الأسود على استهداف الجاموس ولن يكون لديها خيار آخر. وغالبا ما تبدأ اللباءات هذه المهمة الشاقة لمطاردة القطيع ومناورة ذكور الجواميس القوية. وما أن تنجح اللبؤات في مهمتها حتى يظهر الأسد الذي يتقدم بثبات، ثم يقفز على ظهر الفريسة، بينما تستهدف اللبؤات أرجل الجاموس الخلفية، وما أن يسقط حتى ينتقل الأسد للخطوة الأخيرة وهي خنق الضحية. عملية الخنق عادة ما تكون بطيئة، لأن جلد الجاموس سميكا للغاية، ولن يكون سهلا على الأسد إنهاء الأمر بسرعة. ورغم أن عملية الخنق قد تستغرق نصف ساعة على الأقل، لكن الأسود لن تنتظر كل هذا الوقت، وستبدأ في التهام الضحية بمجرد ما أن تتوقف عن المقاومة. لكن يجب على الأسود الحذر، فالمعركة لم تنتهي بعد، وقطيع الجواميس قد يعود في أي لحظة، مما يشكل تهديدا حقيقيا لزمرة الأسود المهاجمة. المهم في هذه الاستراتيجية هو ضرورة تجنب قرون الجاموس الحادة وعدم مهاجمة هذا الإطلاق من الأمام. وإن حدث هذا من إحدى اللبؤات قليلة الخبرة، فستدفع ثمنا غاليا وقد تفقد حياتها. ورغم أن الجاموس الأفريقي ينام دقيقة واحدة في كل مرة بمعدل إجمالي قد يصل إلى ساعتين يوميا، إلا أن ذلك لن يمنع الأسود الذكية من مهاجمته في هذه الدقيقة. هذه المفاجأة تنزل على هذا الجاموس سيء الحظ كالصاعقة، عندما يستيقظ على أنفاس الأسد وهو يقوم بخنقه من رقبته. صدقني هذا مروعا، فوجه الأسد هو الشيء الذي لا تحب أن تراه تلك الجواميس. من أكثر المشاهد شراسة مشاهدة الأسود وهي تحاول البحث عن فريستها، ولكن عندما تحاول الأسود افتراس الجاموس الوحشي، حينها تكون قد كتبت موتها بيدها. يمكن اعتبار الأسد ملك الغابة، لكن هذا لا يعني أن هذا المفترس لا يقهر. تلاحق الأسود فريسة صعبة للغاية، تقاوم بكل قوتها الكبيرة محاولة الانقضاض على الجاموس الوحشي، ولكن الجاموس لن يستسلم أبدا، فهو واحد من أقوى وأشرس الحيوانات على وجه الأرض، وهو ضمن مجموعة الخمسة الكبار والتي ربما تتفوق على الأسود. بل إن بعض علماء الحيوان يصنفون الجاموس البري باعتباره أكثر المخلوقات عنفا وشراسة ورعونة، فحتى الأسود نفسها تعيد حساباتها قبل أن تغامر بمهاجمة الجواميس الوحشية. سنعرض لكم معركة دامية دارت بين الأسود والجاموس الوحشي، ولكن ما حدث كان مدهش للغاية. هيا بنا نشاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا ادعمنا بالإعجاب. بدأت معركة شرسة بين الجاموس الوحشي والأسود، إنها معركة البقاء يا سادة. تعد الأسود العدو الأول من الضواري للجاموس الوحشي، ولكنها مع ذلك لا تستطيع مهاجمتها والتغلب عليها وهي ضمن القطيع، وإلا دخلت معها في معركة طاحنة لا تعرف نهايتها.
ومن أغرب الأشياء التي تسمع عنها هي وعندما تهاجم الأسود قطيعاً من الجواميس البالغة في القطيع، تشكل هذه الجواميس دائرة حول بقية القطيع، بحيث يكون وجهها إلى الخارج باتجاه المهاجم، وتقوم بخفض رؤوسها نحو الأسفل لتبرز قرونها الحادة في مواجهة الخصم. ويكون من الصعب عندئذ على الأسود أن تتغلب عليها أو تخترق خط الدفاع الذي تصنعه بقرونها. وهذا الدفاع الجماعي الفعال يحمي القطيع وأفراده، لذلك لا تلجأ الأسود إلى مهاجمة قطيع الجواميس، ولكنها تهاجم الجواميس الطاعنة في السن والتي تعيش وحدها بعيداً عن القطيع. والقرون هي سلاحها المرعب ضد الأسود والحيوانات المفترسة، كما تستخدمها في التدافع لشق طريقها خلال حركتها ضمن القطيع، كما تستخدم الذكور قرونها في معارك طاحنة فيما بينها من أجل التحكم والسيطرة على المكان. هجمات الأسود على الزرافات ليست دائما ناجحة، وبالإضافة إلى الأسود، فإن أعداء الزرافة هم التماسيح والنمور والأسود، والبشر بالطبع عندما يقومون باصطيادها. كيف يمكن للزرافات الخالية من الأنياب مثل أفراس النهر والفيلة أن تكون قادرة على حماية نفسها من الحيوانات المفترسة؟ يظن الكثيرون أن الزرافة حيوان لا يمكن أن يضر أحد، وهي فعلا حيوان لطيف ووديع، ولكنه ليس عديم الضرر، فقد أعطاها خالقنا سلاحا بالغ القوة لتحمي نفسها وأبنائها من الأسود والوحوش. تمتلك الزرافة ركلة مدمرة وقاتلة تدفعها للخلف بسرعة وقوة شديدة، وهذه الركلة تستطيع تحطيم جماجم عدة أسود ولبوات في ثوان معدودة وبكل سهولة. وإذا هاجمها أسد أو ضبع أو عدد منهم، فتعطيهم ظهرها وتأخذ في الركل، ولا ينجو من الركلة مخلوق، ولا يملك الأسد عدوها الرئيسي أي فرصة لتلافي الركلة أو صدها. يمكن أن تسير الزرافات أيضاً بسرعة كبيرة قد تصل إلى 60 كيلومتراً، وهي قادرة على الحفاظ على هذه السرعة لعدة كيلومترات، وبالتالي لا تستطيع الأسود مواكبتها، حيث أن الأسود تتعب بشكل أسرع. وبعض الحيوانات المفترسة لا تجرؤ على رمي نفسها أمام الزرافات حتى لا تدوسها، ويصل رأس الزرافة إلى ارتفاع 5 أمتار فوق سطح الأرض، مما يعطي رؤية جيدة لها، ويساعد على كشف الحيوانات المفترسة حتى قبل أن يقرروا الهجوم. وبالتالي، نادراً ما تقع الزرافات البالغة فريسة للحيوانات المفترسة، نظراً لحجمها الهائل وسرعتها الممتازة وركلاتها الخلفية القاتلة. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا.